هي حدود أي حامل لقب في أي منافسة، دائما حامل لقب عنده حدوده كبيرة جدا. في أفريقيا الوضع شوية عنده خصوصياته ومميزاته، احنا المرشح رقم واحد بالنسبة لكل الناس وهذا أمر طبيعي، هذا هو اللي يختلف عن نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019، ولكن أعتقد بأن منتخبنا عنده القدرة على الدفاع عن لقبه، قلكش على القدرة على الفوز لأنه الفوز ممكن يحسم على تفاصيل، ولكن أنا متأكد بأنه لن يخيب وسيكون في المستوى وسيقاوم وسيؤدي ما عليه من أجل الحفاظ على تاجه. نتمنى له التوفيق، أنا متفائل جدا يعني.